حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. حمل محافظ البنك المركزي في العراق علي العلاق المضاربين مسؤولية التلاعب بسعر صرف الدولار أمام الدينار في خطوة اعتبرها ناشطون تهربا من المسؤولية. وأضاف العلاق أن البنك المركزي مصمم على تحقيق الاستقرار في سوق البيع وفق قانون مكافحة غسيل الأموال والمعايير الدولية الملزمة لكل المؤسسات المالية في العراق والعالم حسب قوله. تأتي تصريحات العلاق في وقت أكد فيه خبراء اقتصاديون فشل كافة الخطوات الحكومية في السيطرة على أسعار صرف العملة. قال خبراء اقتصاديون إن النظام الدولي المالي يمنع العراق من التعامل بغير الدولار وإن صرف الدينار مقابل الدولار لا يحدده سعر الصرف بل السعر الرسمي. وأضاف الخبراء أن السوق الموازية تختصر بمتطلبات استيراد السلع ولا تتجاوز 20%، وهي تلبي تجارة الدول الخاضعة للعقوبات وجزء منها يلبي متطلبات خارجة عن القانون بينها تجارة المخدرات، مؤكدين أن 90% من مستوردي السيارات يلبون اعتمادهم عبر سعر الصرف الرسمي و10% يؤمنون الدولار من السوق السوداء. أكد خبراء اقتصاديون أن إجراءات البنك المركزي العراقي الأخيرة محاولة لإظهار الالتزام من الناحية الرسمية. وأضاف الخبراء أن السوق العراقية وتجار العملة والحوالات غير ملتزمين، ما يؤدي لانخفاض قيمة الدينار أمام الدولار، وأشاروا إلى أن هذا الفرق يعمل على تشكيل ضغط على السوق أو الأسواق المحلية بشكل عام نظراً للطلب المتزايد داخلياً، إضافة للتجار الصغار والذين يقومون بالتحويل لأماكن مختلفة دون التسجيل بالمنصة وشراء الدولار من السوق السوداء. وفي محاولة للتنصل من المسؤولية، أكدت وزيرة الاتصالات الحالية هيام اليسري أن سبب ضعف خدمة الإنترنت في العراق هو وجود شركة واحدة متحكمة بالإنترنت في البلاد. وأضافت اليسري أن هذه الشركة تسيطر على ما نسبته 80% من السوق، موضحة أن جهات لم تسمها تحاول منع أي فرصة لخلق أجواء منافسة داخل سوق الإنترنت. الياسري لفتت إلى أن التزود بخدمة الإنترنت في المحافظات يتم عبر نقل السعات من دول الجوار المختلفة ومن خلال المنافذ بواسطة شبكة الألياف الضوئية والكوابل البحرية. قالت وزارة النفط في العراق إن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر أيلول الماضي بلغت أكثر من 9 مليارات دولار. وبحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية سومو، فقد بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام أكثر من 103 ملايين برميل بإيرادات بلغت 9 مليارات و494 مليون دولار، مشيرة إلى أن الكميات المصدرة إلى الأردن بلغت نحو 450 ألف برميل. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
الموجز الاقتصادي بأمان الله.